السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا تشيز كيك ديال الكراميل اللي كيكون اللي كيطيب في الفرن. ساهل، غادي نديروه على شكل هلال بمناسبة الايام ديال رمضان. كيجي صراحة زوين. اول حاجة باش غادي نبداو هي البسكوي ديالنا. غناخدو 150 غرام ديال البسكوي او الكمية اللي نتوما كتبغيو. اللي غتبغيو السمك ديال الطبقة التحتانية، السمك ديالها اش كتبغيو، واش غليظة ولا دقيقة. المهم انا درت 150 غرام ديال البسكوي. طبيعة الحال غادي نطحنو مزيان، من بعد غادي نضيف عليه 60 غرام ديال الزبدة الدائبة، كذلك الزبدة اللي ما كيعرفش الغرامات ولا هذا، يمكن ليه صافي انفو كيشوف داك البسكوي ديالو في زك صافي كيحبس من الزبدة. انا تقريبا درت في 150 غرام ديال البسكوي تقريبا درت 60 غرام ديال الزبدة سائله بطبيعه الحال، ذوبتها. من بعد كيف ما كتشوفوا غادي نديرها في ملي كتفزق ليا، ملي كيفزق ليا البسكوي غادي نديرها في المول ديالي اللي تقريبا السمك ديالو 28 سنتيم، يمكن 28 سنتيم، لان هذا المول عندي كبير. فغادي نوزعها على المول ديالي، غادي نحط ورق ديال ورق الفرن لتحت، ومن بعد غادي ندير ديك الزلافه. بالنسبه اللي عنده زلافه بحال ديال المغرب يعني ما مايلاش، هذه كتكون زوينه كتكون طالعه. انا عندي هاد الزلافه مايله من الجوانب، لذلك هي اللي عندي وحده اخرى ولكن خفتها تهرس ليا في الفران. المهم غادي نرتب البسكوي ديالي بحال هكا. غادي يبقى ليا انا واحد الفراغ بين المول والزلافه، غادي نعمرهم بابي الومنيوم، غادي تشوفوا معايا من بعد في الفيديو ان شاء الله. دابا غادي ندوزو الكريم ديالنا. غادي نحتاج 300 غرام ديال الجبن كريمي، من بعد غادي نضيف عليه 200 غرام ديال الكريم فريش. يمكن لكم ديروا الكريمه السائله، طربوها واحد شويه حتى غير واحد شويه، ماشي تتجمع غير واحد شويه، ومن بعد كتخلطوها مع الجبن. انا درت كريم فريش من الاحسن، يعني عجبتني الخدمه ديالها. من بعد غادي نضيف السكر على حسب الذوق ديال اي واحد، غادي نضيف عليها زوج ديال البيضات. غادي يبان لكم في الفيديو راه ضفت غير بيضه واحده ولكن راهما زوج بيضات. وغادي نضيف الفانيلا، ومن بعد غادي نضيف الكراميل، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتهم، وغنخليكم مع التتمه في الفيديو. اللي حطيت الكريمه ديالي الفوق غادي ندخلها للفران، غادي ندير الماء السخون، ضروري الماء الساخن، من الجوانب غنسدها بابي الومنيوم، غادي نطيبوه على درجه حراره 170 درجه لمده ديال 45 دقيقه. بالنسبه للتوقيت ديال الطبخ ديال الشيز كيك على حسب الفرن ديالكم، انا تقريبا خدات ليا بين 40 حتى 45 دقيقه وكان جاهز، لاني طيبته على عافيه مهيله. من الاحسن عافيه مهيله، الا طيبتوها على عافيه مجهده غادي تنفخ لكم هذاك الشيز كيك، غادي تنفخ وما غاديش يجي في المنظر زوين. بالنسبه لي ملي طابيه الشيز كيك خليته حتى برد، غادي نحيد ليه المول وغادي نحلو بشويه بشويه، من بعد غادي نحيد الزلافه ديالي، غادي نقاد ليه الجوانب ديالو وغادي سميتو. بالنسبه للزلافه انا ما دهنتهاش، يمكن لكم تدهنوها بالزبده، انا ما دهنتهاش ولكن ملصقاتش ليا، راه دوزتها شويه بالموس وملصقاتش ليا بزاف.
وهذا هو الشيز كيك ديالنا ديال الكراميل. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى الوصفه تعجبكم. ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم ولايكات وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم، لانه قناتي محتاجه البارطاج. وشكرا لكم بزاف.